ولكن على الجانب الآخر، قناة النادي الأهلي غدا مع حضراتكم على الهواء مباشرة لإذاعة كل ما يخص هذه الحفلة من الساعة يمكن 6:30 7 هنكون مع حضراتكم. كل حاجة بتحصل، كل هسة بتحصل في حفلة تدشين النجمة العشرة، وأنا هشرح لحضراتكم دلوقتي يعني إيه حفلة تدشين النجمة العشرة، يعني ليه النادي الأهلي هيعمل حفلة لتدشين النجمة العشرة. هقول لحضراتكم ليه عشان تعرفوا قيمة النادي الأهلي، وليه النادي الأهلي مختلف عن أي حد تاني، وليه النادي الأهلي هو الأول في كل شيء وهو الأفضل في كل شيء. ولكن زي ما قلت لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي ممكن 70-80 مليون أهلاوي بكرة يتفرجوا على شاشة قناة النادي الأهلي، هيعرفوا كل اللي بيحصل في الحفلة، كل ما يحدث داخل الحفلة. هنكون مع حضراتكم تقريبا قبل الحفلة بساعة أو بساعة ونص، وبعد الحفلة بساعة أو بساعة ونص، وأثناء الحفلة طبعا هتكون كل حاجة منقولة على شاشة قناة النادي الأهلي. وحننوه على هذا الموضوع من دلوقتي لغاية بكرة إن شاء الله في ميعاد الحفلة، فما تقلقوش، كل حاجة معمول حسابها الحمد لله والشكر لله. هناك تعاون كبير جدا جدا ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين عن النادي الأهلي خلال هذه الفترة علشان نقدر نصل بشكل هذه الحفلة لهذا الشكل إن شاء الله لحضراتكم هتشوفوه بكرة، حاجة تليق باسم النادي الأهلي، وحاجة الناس كلها تنتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في حفل تدشين النجمة العشرة.